بارك فيك يا كريم، والحمد لله ربنا كرمنا النهارده الحمد لله، فضل ربنا علينا كبير جدا الحمد لله. طبعا مجهود كبير جدا زي ما انت قلت من اللاعبين، الاصرار بتاعهم على الـ على الـ على الـ تجسيد شخصيه البطل ان هم دايما لازم نكون احنا بنكسب. طبعا طبعا يعني زي ما انت بتشوف كده ان احنا ماتشات كلها مهمه وماتشات كلها كبيره وفي تلاحم للمباريات طبعا، وده اللي احنا شايفينه يعني ان دعم الجمهور لينا وللاعبين بيبقى مهم جدا جدا، سواء بقى في الحاله النفسيه اللي بتاثر على الحاله البدنيه. بشكرهم جدا بشكرهم جدا جدا ان هم موجودين وان هم بيدعموا الفريق وبيدعموا اللاعبين. يعني ربنا يكرمنا بقى في اللي جاي ان شاء الله، احنا عندنا لسه مشوار كبير، عندنا ماتشات مهمه جدا، عندنا برضو بعض الحاجات اللي هي البسيطه اللي موجوده كاصابات، يعني مش عايزين يعني نقول للناس حاجه عن الاصابات النهارده، خليهم يفرحوا وخلينا ننبسط النهارده، وان شاء الله من بكره باذن الله نركز بقى في اللي جاي ان شاء الله باذن الله. الله يبارك فيك يا كريم، ربنا يكرمك ربنا يكرمك. كل الشكر والتقدير الحقيقه طبيب النادي الاهلي الدكتور احمد ابو عبله وكل لعيبه النادي.